نقول استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الداعية إلى جعل هذا اليوم يوم غضب، استنادا إلى المقولة واستنادا إلى النداء الذي رفعه المرحوم الشهيد إسماعيل هنية بجعل يوم ثالث غش ويوم للغضب، فكان يوما للفرح بشهادته بل تعازينا لأنفسنا بشهادة هذا البطل الذي كان يدافع وينافح عن الكرامة الإنسانية عن العدل والحرية. الطنجاويين كعادتهم كانوا حاضرين بقوة، ابتدأت وقفتهم الحاشدة في دار البارود قبل أن تنطلق في مسيرة كبرى جابت الحي الرئيسي كورنيش بلايا ديال مدينة طنجة لتختتم بهذا المكان وترفع من خلاله شعارات قوية منادية للاستمرار في دعم القضية الفلسطينية بل ودعم القضية بكل ما أوتينا من قوة، وهذا يفرض علينا الاستمرار نحن الطنجاويين في مثل هذه الفعاليات بنفس القوة بنفس الجهد بنفس الطاقة التي حملناها منذ 7 أكتوبر. الطنجاويين الآن يعبرون بصرختهم بشعاراتهم القوية بحضورهم القوي بمثل هذه الوجوه التي تحضر معنا بقوة وتعبر بقوة داخل هذه الفعاليات لتؤكد على استمراريتها بل بحضورها كل فعاليات المدافعة والمنافعة للقضية الفلسطينية. روحي جاية من الناظور وكنت هنا غير توغيست، ومنين عرفت باللي انا الناظور فاتتني الوقفه ديال هذا النهار السبت جيت نشارك فيها هنايا، وبغيت نوصل واحد الميساج لكاع الناس اللي في اللاج ديالي ان فلسطين راه القضيه ديالنا كاملين. هذه الوقفه جاتني ما شاء الله، هنا كاين واحد التفاعل مع الناس، الناس عندهم قلب فيهم انسانيه، كل شيء خارج ما لاقيش منين تدوز، الطريق مبلوكي حيت الناس كاملين خارجين باش يوقفوا مع خوتهم، حيت ما كاينش حل اخر من غير اننا ندعيو ونوقفوا في الوقفات ديالنا ونتمشاو معاهم لتخليد اليوم الوطني 17. أقول منذ بدء العدوان الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع نظمت 17 يوما وطنيا. احنا في طنجة نظمنا أكثر من 45 فعالية في هذه المدينة المباركة، لا لشيء إلا لأننا نتضامن بكل كياننا مع فلسطين، إلا لأننا نعتبر قضية فلسطين قضيتنا، قضية الأمة الإسلامية، قضية الأمة العربية. احنا هنا كنضمنوا دائما مع فلسطين وكنعتبروا راسنا كنضمنوا مع راسنا، كنقولوا لا للعدوان، لا للاحتلال، لا لتقتيل الأطفال، كنقولوا للمجتمع الغربي عار على الدول الغربية أنها تدعم الإرهاب، تدعم أكبر منظمة إرهابية متمثلة في عصابة إجرامية تقتل الأطفال والنساء والرجال، تهدم البيوت والمدارس والمساجد. السلام عليكم، أنا جيت هنا نضامن مع ناس غزة وكان نعزي عائلة أسرة إسماعيل هنية وكنقول له راه متي بشرف. احنا نساء طنجة خرجنا نضمنوا مع على حساب اغتيال اسماعيل هنية، و شنو حسبنا الله ونعم الوكيل في الصهاينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءت بي الاقدار الى هنا لأسجل حضوري دعما لفلسطين، وما ادراك ما فلسطين. فلسطين فخامة الاسم تكفي، في فلسطين هناك التاريخ والحاضر والمستقبل، فمات او استشهد إسماعيل هنية وولد مجموعة من الأبطال ومجموعة من إسماعيلات إن صح التعبير ليدافع عن فلسطين. ستنتصر فلسطين، أبى من أبى وأحب من أحب. من يخون قضية فلسطين؟ من يخون قضية فلسطين؟ من يخون قضية فلسطين؟